يا مساء الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. خلاص طبعا مش باقي غير 3 ايام بس على الجمعيه العموميه للاستفتاء على لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي. ان شاء الله هتكون جمعيه عموميه تاريخيه في كل حاجه، في الحضور وفي النظام وفي الديمقراطيه. الديمقراطيه طبعا اللي كانت باينه في كل خطوه من خطوات مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب من اول ما فتح باب تقديم الاقتراحات، طبعا مرورا بمناقشتها ولحد طبعا ما تم عمل اللائحه بصورتها النهائيه وكمان طباعتها وتوزيعها على الاعضاء. مش بس كده، كمان تم ارسال ايميل للاعضاء اللي كانوا عندهم اقتراحات قدموها عشان يعدلوا بعض المواد، وتم ابلاغهم فيها بكل اللي تم في اقتراحاتهم. يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله هيكون يوم تاريخي باذن الله، وتحدي كبير جدا لاعضاء النادي الاهلي، واللي بالتاكيد هيثبتوا ويأكدوا ان هم يعني اهم جمعيه عموميه موجوده لاكبر نادي عربي وافريقي، وان هم طبعا على وعي كبير وعلى قدر كبير جدا من الثقافه ومن الديمقراطيه بتاهلهم ان هم يشاركوا في وضع دستور خاص بناديهم النادي الاهلي، دستور القرن اللي اكيد بيليق بنادي القرن. بالنسبه بقى لابطالنا، ابطال فريق كره القدم اللي فرحونا طبعا بالفوز الكبير على هورايا كوناكر الغيني وصعدوا لقبل نهائي دوري ابطال افريقيا، الفريق بيستعد دلوقتي للسفر ان شاء الله بكره باذن الله للبنان عشان يواجهوا فريق النجمه اللبناني في مباراه اياب دور ال 32 للبطوله العربيه. ماتش الذهاب في القاهره انتهى 0-0 او تعادل سلبي زي ما احنا طبعا عارفين، لكن ان شاء الله الفريق يقدر ان هو يعمل حاجه كبيره جدا هناك ويحقق باذن الله الفوز ويصعد لدور ال 16، لان النادي الاهلي هدفه الفوز في اي بطوله بيشارك فيها، وده الشيء اللي اكيد كلنا متعودين عليه من النادي الاهلي. هنناقش بقى الكلام ده وكلام تاني كتير جدا ان شاء الله خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا النهارده استاذ خالد عامر الصحفي في موقع جريده اس الاسبانيه، بالتاكيد طبعا هستنى مشاركاتكم كالعاده على صفحه القناه، على الانستجرام، على الفيسبوك وعلى تويتر. قبل ما نبتدي هقول لكم اهم عناوين حلقه النهارده. اعضاء الاهلي يقررون مصير دستور القرن 28 سبتمبر. محمود الخطيب للاعضاء، الاهلي منظومه يسير عليها الجميع. الدرندالي، لائحه الاهلي تحافظ على حقوق جميع الفئات. لجنه الكوره تجتمع لبحث مطالب الجهاز الفني. كارثيرون للاعبين، اقود جيل ذهبي واثق في استعاده العرش الافريقي. صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على لقب الافضل. واحمد فتحي يطير لندن لحضور حفل الافضل. البداية دايما بتكون بأهم منشطات الجرايد عن النادي الأهلي. أخبار الرياضة، الجمعية 28 سبتمبر يوم للتاريخ، الأهلاوية يقررون مصير دستور القرن، مجلس بيبو ينتظر 25,000 عضو. أخبار الرياضة، محمود الخطيب للأعضاء، الأهلي منظومة يسير عليها الجميع. الأهرام، 20,000 جنيه مكافأة للاعب الأهلي بعد التأهل لنص نهائي أبطال أفريقيا. غموض حول رحلة لبنان بسبب السوبر والجهاز الفني يرفض فكرة الراحة. أخبار الرياضة، في 90 دقيقة 5 مكاسب أهلوية، تأخيرة نجوم وعودة قوية للجمهور وثقة تدوم. الأخبار، أفرح في الأهلي بعد التأهل الأفريقي. كارثيرون الفوز خطوة في مشوار استعادة اللقب، ومسؤول الأهلي يشيدون بانضباط الجمهور. الأهرام المسائي، الأهلي ينتعش كارثيرون اللاعبين، أقود جيل ذهبي وأثق في استعادة العرش الإفريقي. أخبار الرياضة، باتريس كارثيرون للجماهير، قلتلكم اصبروا ثم حاسبوني. الشروق، مكافأة إجادة للاعبين بعد رباعية هورورا هورويا كارثيرون، لم نحصد اللقب القادم أصعب، وأشكر الجماهير على دورها الرائع. يوسف، استعارة رمضان صبحي فكرة مطروحة، لم نعاقب حمدي، وخمس دقائق في مباراة خماسية أبعدت ناصر ماهر.
الجمهورية لجنة الكورة تجتمع لبحث مطالب الجهاز الفني. الدستور الأهلي يدرس استعادة رمضان في يناير ويرفض رحيل شريف إكرامي. الجمهورية الأهلي يستعد للنجمة وعينه على الوفاق. المسا بعد العبور لنص النهائي الأفريقي الأهلي متحفز للنجمة. البطولة العربية يغادر غدا للبنان وكارتيرون يؤكد مستعدون للمهمة. الأخبار الرياضي إغلاق الملف الإفريقي مؤقتا الفريق في مهمة صعبة لإطفاء النجمة. الأخبار المسائي بروح هورايا الأهلي يستعد للنجم اللبناني كارتيرون يغلق الملف الأفريقي ويحدد هدفه من البطولة العربية. روز اليوسف الأهلي يجهز مخطط اصطياد النجمة في لبنان. كارتيرون الجماهير مكانها المدرجات والغيابات أمر وارد في كرة القدم. الوطن أهلي كارتيرون ميثيوم في قيادة القلعة الحمراء أفريقيا. انتشل الفريق من الهاوية للمربع الذهبي واقترب من حلم التاسعة. المستوى المحلي العين على اللقب. الحلم العربي يبدأ من لبنان. تابعنا معاكم دلوقتي اهم المنشطات اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف. دلوقتي نروح معاكم بقى لاهم تفاصيلها. هنبتدي تفاصيل الاخبار. هنبتدي من اخبار الرياضه اللي قالت ان الاهلاويه بينتظروا الجمعيه العموميه للتصويت على اللائحه لحد طبعا النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي هتكون يوم الجمعه اللي جاي يوم 28 سبتمبر عشان يقرروا مصير دستور نادي القرن. دستور طبعا ناديهم اللي هم شاركوا فيه بارائهم ومقترحاتهم. وان مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب مستني اقبال كبير من اعضاء النادي الاهلي. ممكن طبعا يصل ل 25 الف عضو من اعضاء النادي الاهلي. وكمان في اخبار الرياضه قالت ان رئيس النادي الاهلي بيقول لاعضاء النادي الاهلي ان الاهلي منظومه يسير عليها الجميع وان مبادئ النادي الاهلي بتحكم العلاقه ما بين الجميع جوه منظومه النادي الاهلي المحترمه. في الاهرام كمان قالت ان كل لاعب في النادي الاهلي حصل على مكافاه 20 الف جنيه بعد طبعا ما تاهلوا لنص نهائي افريقيا وان الفريق بيستعد دلوقتي للنجمة اللبناني في البطولة العربية من غير أي راحة. وفي أخبار تانية برضو في الرياضة بتقول أن المكاسب من الفوز الكبير على فريق هورايا كوناكري الغيني كتيرة، منها طبعا ذخيرة النجوم اللي في فريق النادي الأهلي. طبعا كسب تألقهم وارتفاع مستواهم واطمن طبعا على نجوم الأساسيين وكمان على البدلاء. كمان الثقة الكبيرة وارتفاع الروح المعنوية للفريق والرسالة القوية جدا اللي وجهها النادي الأهلي لفرق البطولة بالأداء طبعا كويس جدا، أداء ممتاز وفوز كبير. أما أهم المكاسب برضو فكانت أكيد عودة الجماهير المثالية للمدرجات وتشجيعهم طبعا اللي ما بينتهيش ودعمهم الكبير جدا للفريق في كل الأوقات. فعلا الجمهور ده هو اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي. كمان في الأخبار كارتيرون قال ان الفوز لا يمثل الا خطوه في طريق تحقيق البطوله واستعاده لقب الاميره السمراء. ومسؤولين طبعا النادي الاهلي بيشيدوا بانضباط الجمهور جوه المدرجات. وفي الاهرام كمان المسائي قال كارتيرون ان هو مدرب محظوظ لان هو بيقود جيل ذهبي من اللعيبه طبعا بسبب ان هم بيتمتعوا بمهارات وبروح قتاليه وبشخصيه قويه جدا وبانضباط اخلاقي جوه وبره الملعب. وان هو واثق جدا في لعيبته واثق جدا في قدره الفريق ان هيتحقق ان شاء الله الله لقب الدوري وكمان البطولة الأفريقية. وبالنسبة بقى لأخبار الرياضة نقلت رسالة لكارتيرون، رسالة كارتيرون للجمهور اللي قال فيها قلت لكم اصبروا وبعد كده حاسبوني. وان هو من بداية مشواره مع الفريق اكد ان هو بيشتغل عشان يقدر يحقق المعادلة اللي عايزها النادي الاهلي وعايزها الجمهور الكبير للنادي الاهلي وللعيبة كمان. وهو شخصيا شايف ان الاهم هو الاداء والفوز وتحقيق الالقاب. وكمان في الشروق نقل التصريح برضو لكارتيرون قال فيه اننا ما اخذناش اللقب لسه واللي جاي اصعب بكتير. وكمان شكر الجمهور على الدور الرائع اللي عملوه. وكمان نقلت الجريده تصريح محمد يوسف المدرب العام للفريق اللي قال فيه ان فكره استعاره رمضان صبحي من فريقه الانجليزي مطروحه بالفعل. وكمان في الجمهوريه، الجمهوريه قالت ان لجنه الكره في النادي الاهلي هتجتمع عشان تناقش طلبات الجهاز الفني للفريق في يناير. وكمان الجرايد اتكلموا عن استعداد النادي الاهلي لمواجهه النجمه اللبناني في البطوله العربيه واستعداد طبعا الفريق للسفر للبنان بكره باذن الله استعدادا للمواجهه العربيه. اخيرا بقى في جريده الوطن نشرت تقرير واحصائيات للفتره اللي قضاها كارتيرون في قياده النادي الاهلي الفنيه لحد دلوقتي. قالت ان كارتيرون في 100 يوم
طبعا 100 يوم دي هي الفتره اللي قاد فيها كارتيرون النادي الاهلي، انتشل الفريق من سقوط افريقي كان متوقع بعد سوء النتائج والاداء في بدايه البطوله لحد ما وصل لنص النهائي، وقرب كمان ان هو يحقق اللقب التاسع للاميره الافريقيه، وانه على المستوى المحلي ماشي في طريق تحقيق البطوله والحفاظ طبعا على اللقب. اما على المستوى العربي فالفريق هيبدا مشوار الحلم العربي من لبنان لما يقابل فريق النجمه اللبناني عشان يقدر يحقق هناك باذن الله الفوز ويستمر في المنافسه على البطوله العربيه. ده كان كلام الجرايد عن النادي الاهلي من امبارح لحد النهارده. تعالوا بقى من كلام الجرايد نروح لاهم المنشطات اللي اتقالت عن النادي الاهلي على مواقع الانترنت. يلا كوره، الخطيب يوجه رساله للاعبي وجماهير الاهلي. الموقع الرسمي لنادي الاهلي الدرندلي، لائحه الاهلي تحافظ على حقوق جميع الفئات وهذه حقيقه الغرامات. الاهرام سبورت، ابراهيم الكفراوي الجمعيه العموميه هي اعلى سلطه حاكمه في النادي الاهلي. الموقع الرسمي لنادي الاهلي يوسف، الاهلي يحترم كل المنافسين وتفكيرنا في النجمه اللبناني. كمان من الشروق، الاهلي بيحدد موعد سفره للبنان لمواجهه النجمه. من موقع وان تري، الفحص الطبي يحسم موقف ميدو جابر من موقعة النجمة اللبناني. كمان اليوم السابع بيقول الأهلي يحصل على 8 مباريات لوفاق سطيف قبل مواجهته في دوري الأبطال. الأهرام سبورت، أحمد فتحي يطير للندن لحضور حفل الأفضل. فيتو، جلسة يوسف كلمة السر في تألق صلاح محسن أمام هورويا. تابعنا معاكم دلوقتي اهم منشطات مواقع الانترنت، نروح بقى معاكم لتفاصيلها وهنبتدي من يلا كوره اللي قال ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اشاد بجماهير ناديه اللي طبعا حضرت مباراه الفريق يوم السبت اللي فات قصاد هورايا كوناكر الغيني في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ووجه الخطيب الشكر للجهاز الفني وللعيبه على الاداء طبعا الممتع قصاد هورايا كوناكري، وقال كمان ان بطوله افريقيا هي الاغلى عند جماهير النادي الاهلي والمحببه اكيد للنادي وهتكون بوابه الرجوع مره ثانيه للمشاركه في كاس العالم من الأندية. وكمان قال في آخر كلامه إن لائحة النادي الأهلي الجديدة ما نسيتش جماهير النادي الأهلي العظيمة وادت الحق في إنشاء روابط للجمهور بترخيص من النادي بما يتوافق مع القانون. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي قال إن لائحة النظام الأساسي المقرر التصويت عليها بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هتراعي حقوق أعضاء النادي الأهلي بمختلف طوائفه ما بين طبعا الراجل والست وكبار السن والرياضيين والشباب والاطفال. وقال كمان الدرندلي ان النادي عنده تطلعات لزياده مكتسباته من انشاءات فروع واكاديميات، وفي بند كمان عن الاستثمار فهو بيتيح التوسع والتوجه عند المستثمرين. وكمان هو شايف الدرندلي في كلامه قال ان الغرض من بند العقوبات على اللي غايبين عن اجتماعات الجمعيه العموميه وفقا للائحه مش هدفها الجمعيه طبعا العموميه غير العاديه اللي جايه، لكن هي بتستهدف اجتماعات الجمعيه العموميه للنادي بشكل سنوي. وكمان قال في نهايه كلامه ان النادي الاهلي بيعمل للرياضه ولتطويرها ولا يعمل وفقا لاي نشاط حزبي او سياسي. كمان الاهرام سبورت قالت ان ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اكد ان لائحه النظام في النادي الاهلي بتخدم الجمعيه العموميه ومش بتخدم اشخاص ولا مجالس ادارات بعينها، فهي بتراعي حقوق الارامل والمطلقات والمساواه طبعا ما بين الرجل والمراه، وكمان هي ما نسيتش ذوي الاحتياجات الخاصه وان الجمعيه العموميه هي اعلى سلطه حاكمه في النادي الاهلي، واكد ان مجلس الاداره تعهد من وقت الانتخابات الاخيره ان هو هينتهي من اللائحه قبل سنه من نجاحه في الانتخابات، وده فعلا اللي حصل في الجمعيه او في اللائحه. طيب معانا دلوقتي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك شيماء، برحب بيك، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. عايزين نطمن منك طبعا على تدريب الفريق النهارده. يمكن زي ما قلنا من البطوله الافريقيه للبطوله العربيه مباشره ان شاء الله مباراه الاهلي والنجم اللبناني ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. المباراه الاولى كانت تعادل زي ما تابعنا وجمهورنا تابع، ان شاء الله باذن الله في مباراه العوده هناك. عايز اكلمك هنا على التدريب، لسه من لحظات يبدا تدريب النادي الاهلي الاول استعدادا لمباراه النجم اللبناني. كان في راحه طبعا من الكابتن محمد يوسف ومستر فاتريس بعد المباراه القويه والرائعه لاداء النادي الاهلي واستطاع ان يتاهل للدور قبل النهائي. طب خليني الاول يا كريم اسالك، هل النهارده قبل التدريب كان في اي فحوصات طبيه للاعيبه المصابه؟
يمكن لو بناكد على اللعيبه اللي مصابه، جاهزيه سعد سمير خلاص هيكون مشارك ان شاء الله باذن الله في القائمه اللي متجهه باذن الله الى لبنان. مروان محسن باذن الله كمان يمكن تم الجاهزيه ويكون مشارك بالنسبه ليه بمباراه او يكون على دكه المبادله حتى دكه المبادله حتى بالرؤيه الفنيه لمستر فاتريك. لكن بيستمر غياب عمرو السولية. عمرو السولية ان شاء الله يكون متواجد عقب مباراه النجم اللبناني يوم 28 يوم 29 هيكون في التدريب باذن الله، بجانب جونيور اجاي بيستمر في التاهيل. محمد نجيب طبعا الاصابه لسه مستمره معاه. ميدو جابر حتى هذه اللحظه ايضا كمان لسه العضله الخلفيه ومش هيكون مشارك في المباراه او هيكون مشارك تاكد غيابه خلاص. ميدو جابر لسه حتى هذه اللحظه بيأدي التدريبات التاهيليه. لكن لو باكد على سعد ومروان جاهزين ان شاء الله، لسه التدريب بادئ، لسه التدريب ما بداش بشكل كامل بالنسبه للجرعات التدريبيه البدنيه، لكن اكيد خلال الدقائق ان شاء الله نقدر نشوف جاهزيه كمان اللعيبه، جاهزيه سعد ومروان ان شاء الله في التدريبات الجماعيه. الامور هنا ماشيه بشكل مطمئن. لسه كان في محاضره بالنسبه للكابتن محمد يوسف ومستر فاتريك بالتاكيد على اهميه البطوله العربيه، اهميه هذه طبعا. طب وهل في خلال المحاضره دي تم تحديد مين اللي هيسافر للبنان ان شاء الله لموقع النجم اللبناني هناك؟ لا اكيد عقب التدريب، ما بينتهي التدريب باذن الله بيكون في قائمه مخصصه من كل اللعيبه اللي هتكون مشاركه باذن الله بعثه النادي الاهلي. عقب انتهاء التدريب باذن الله هيكون في القائمه اللي مشاركه في بعثه النادي الاهلي المتجهه الى باذن الله. تمام. طيب بكره ان شاء الله السفر هيكون الساعه كام؟ التواجد هيكون الساعه 6 صباحا في مطار القاهره ان شاء الله. الساعه كام معلش تاني؟ 6 صباحا هيكون 6 الصبح مطار الطائره. هتنطلق الساعه الا ربع صباحا. الرحله هتستغرق ساعه ونص او ساعه 40 دقيقه. يعني نقدر نقول ان الساعه 10 ونص او 11 الا ربع باذن الله تكون بعثه النادي الاهلي وصلت الى مطار بيروت ان شاء الله. التجمع هيكون في النادي الاهلي ولا اللعيبه هيطلعوا على المطار على طول؟ مباشره على المطار الساعه 6 صباحا او 6 ونص هيكون لعيبه النادي الاهلي متجهه مباشره على مطار القاهره باذن الله. طيب المباراه هتكون الساعه كام ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي؟ يمكن كان في اخبار ان المباراه هتكون الساعه الخامسه، لكن بعد الخطاب من الاتحاد اللبناني طبعا الاتحاد العربي ارسله الاتحاد اللبناني ان تكون المباراه الساعه 7 ونص بتوقيت بيروت. 7 ونص مساء. 6 ونص بتوقيت القاهره، 7 ونص بتوقيت بيروت. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من النادي الاهلي. ممكن كمان نكلمه مره ثانيه في نهايه حلقتنا النهارده عشان نطمن منه او نعرف كمان اخبار جديده عن القائمه اللي هتسافر باذن الله من النادي الاهلي لملاقات النجم اللبناني في البطوله العربيه. نرجع بقى مره ثانيه لتفاصيل اخبارنا، اخبار النادي الاهلي اللي اتقالت على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم طبعا باعمال مدير الكره في النادي الاهلي اكد ان الجهاز الفني بيتعامل بمبدا الاحترام مع جميع المنافسين وفي جميع البطولات اللي بيشارك فيها. وقال كمان محمد يوسف ان موجه النجم اللبناني اللي هتقام باذن الله يوم الخميس اللي جاي في اياب دور ال 32 زي ما قلت لكم الساعه 7:30 او زي ما عرفنا دلوقتي حالا من كريم الساعه 7:30 في بطوله كاس العرب للانديه الابطال بتحظى باهميه كبيره جدا، خصوصا ان هي مباراه ضمن بطوله من البطولات الرسميه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. 6:30 بتوقيت القاهره اللقاء، 7:30 بتوقيت بيروت. طيب كمان فيتو قال احنا وصلنا فين؟ اليوم السابع. اليوم السابع كمان بيقول الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون قدر ان هو يجمع 8 تسجيلات او 8 فيديوهات لمباريات فريقه في اقصف الجزائري عشان يدرسوا نقط القوه ونقط الضعف في صفوفه استعدادا طبعا لمواجهته يوم 2 اكتوبر اللي جاي في ذهاب نص نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا النادي الاهلي تاهل للمربع الذهبي في البطوله الافريقيه بعد ما فاز على هورايا كوناكري الغيني باربع اهداف نظيفه. مكملين تفاصيل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي على مواقع الانترنت. الاهرام سبورت قالت ان احمد فتحي لاعب النادي الاهلي خلاص غادر القاهره النهارده الصبح متجه للعاصمه الانجليزيه لندن عشان يحضر حفل الافضل واللي بيقيمه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، بناء طبعا على دعوه برضو اتوجهت لاحمد فتحي من الفيفا. محمد صلاح طبعا لاعبنا المصري لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الانجليزي بينافس على جائزه افضل لاعب في العالم جانب لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو. كمان فيتو بتقول ان صلاح محسن لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي نال اشاده الجهاز الفني على هدفه اللي احرزه في مباراه الاهلي مع هورايا كوناكري الغيني في اياب الدور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. تاهل طبعا النادي الاهلي للمربع الذهبي، ووضح كده ان الجلسه اللي كانت ما بين محمد يوسف المدرب العام والقائم طبعا باعمال مدير الكره في النادي الاهلي كانت كلمه السر ورا تالق اللاعب في المباراه. اكد طبعا ان هو واثق جدا في
اللاعب، وكمان اكد للاعب ان في ثقه كبيره جدا من الجهاز الفني فيه، وان هو طبعا ان شاء الله هيكون ليه دور كبير مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. كمان دلوقتي هنطلع بقى معاكم لفاصل قصير جدا، ونرجع بعد كده نتابع معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا. رجعنا سريعا الناس مكملين معاكم اخبارنا، وبنوصل للاخبار المحليه والعالميه طبعا، واخبار محترفينا في الخارج في الفقره الجايه. الفجر، البرلمان يحقق مع اتحاد الكوره في اموال رئيس الشيشان. اليوم السابع، راعي ليفربول يضع 3 شروط لرعايه قميص المنتخب. الشروق، المنتخب غير الصلاح ظهر تمام باريس سان جيرمان، واجيري لن يقيموا بعدد الاهداف. البوابه نيوز، صلاح محسن يحجز مقعده في معسكر الفراعنه استعدادا لسوازيلاند. في الاخبار، الزمالك ينجو من فخ التعادل بفوز صعب 2-1 على ذئاب الجبل. الفارس الابيض يتقدم والمقاولون يعدل النتيجه، واوباما ينقذ رقبه جروس. أخبار الرياضة، الأبيض تصدر الدوري مؤقتا، الزمالك يزيد من أوجاع ذئاب الجبل بثنائية علاء وأوباما. يلا كورة، علاء نبيل كنا نستحق التعادل أمام الزمالك، وأدعم صلاح ولكن مودريتش الأقرب. سوبر كورة، اتحاد الكرة يرد على الزمالك، مش من حقك تعترض على مؤجلات الأهلي. الأهرام المسائي، الحدود ينتصر مع العشري، فاز على النجوم بهدف مقصص وحقق أول انتصارات الدوري. الأهرام، اليوم مباراة واحدة ضمن الأسبوع الثامن، أنف الجريح يواجه دجلة في لقاء الفرصة الأخيرة. الوطن سبورت، تأجيل مباراة الأهلي وباتروجيت وسموحة والمصري في الدوري. الأهرام، الليلة على مسرح لندن، صلاح ينتظر لحظة الفرحة، لقب الأفضل يراود نجم مصر، وجايزة بوشكش تقترب من قدمه. الأخبار، الليلة صلاح فخر مصر، ينتظر النصر، الفرعون ينافس الدعم واللكاع على لقب الأفضل. المسا، العالم ينتظر الأفضل الليلة، يا رب صلاح نجم مصر على موعد مع التاريخ ويواجه منافسه أو منافسة شرسة من رونالدو ومودريتش. الأهرام المسائي، صلاح وحلم الكرة الذهبية، الليلة مصر تترقب معركة ما ودعا ولوكا على لقب الأفضل. الأخبار المسائي، صلاح وحلم إمبراطور العالم ببعث وبوشكش والتشكيل المثالي، 3 جوائز تنادي الفرعون الليلة. في الجول، كلوب يشيد بتصرف لاعبيه مع صلاح. سكاي نيوز، جائزة الأفضل بالعالم، كل المعطيات تشير لاسم واحد. أس، ميسي يغيب عن حفل الأفضل. يورو سبورت، رسميا فلورنتينو بيريز يفجرها ويعلن رغبة ريال مدريد بترك الدوري الإسباني. تابعنا معاكم دلوقتي اهم المنشطات اللي بتخص الرياضه سواء محليا او عالميا، كمان بتخص اخبار محترفينا في الخارج. دلوقتي بقى نروح لاهم تفاصيلها، وهنبتدي مع جريده الفجر اللي قالت ان الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه هانيه بوريده جاله مذكره رسميه من مجلس البرلمان بيطالب فيه بالتحقيق وبالاستفسار على مبلغ 1,800,000 دولار قيمه اللي حصلوا عليه من رمضان قديروف رئيس الشيشان خلال طبعا نهائيات كاس العالم الاخيره. ناديه هنري النائبه في البرلمان وصاحبه الشكوى قالت انها عايزه تعرف فين الفلوس دي، خصوصا طبعا ان البعثه اتمسكت بالاقامه في جروزني وقطعت كل المسافات دي عشان تكون متواجده في الشيشان برغم ابتعاد المسافه ما بينها وما بين ملاعب المونديال. ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبليه رد وقال ان هو بيرفض الادعاءات دي، وقال كمان ان هو تم الرد على كل الاسئله دي في مؤتمر صحفي اقامه هاني ابو ريده بعد رجوع بعثه المنتخب للقاهره. اليوم السابع كمان قال ان الشركه الراعيه لملابس فريق ليفربول الانجليزي حددت 3 شروط عشان تدخل في المزايده العلنيه لرعايه قميص المنتخب الوطني الاول في الاربع سنين اللي جايه بعد ما رفضت الشركه الحاليه انها تستمر، وكمان اخطرت الجبليه بعدم التجديد بعد
بعد انتهاء العقد في ديسمبر اللي جاي ان شاء الله. ده هيكون اخر ميعاد لوجود الشركه الرعايه. كمان اشترطت الشركه الامريكيه الرعايه لليفربول على اتحاد الكره ان هي تعمل منفذ لبيع للشركه في ملعب او في استاد من الاستادات الكبيره في القاهره، وكمان هي تحط 6 لوحات اعلانيه للشركه في كل مباريات المنتخب سواء الوديه او الرسميه. كمان حطت شرط ان هي يتم وضع اشعار الشركه على حسابات اتحاد الكوره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسميه لاتحاد الكوره المصري. كمان الشروق قالت ان هاني رمزي مدرب المنتخب كشف عن كواليس مكالمته الهاتفيه الاخيره مع محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول وليفربول الانجليزي. كابتن هاني قال ان هو تواصل مع محمد صلاح وهنى على هدفه في مرمى ساوثهامبتون، واكد كمان ان صلاح كان سعيد جدا. كابتن هاني رمزي كمان قال ان هو اكد لمحمد صلاح خلال المكالمه دي ان تقييم الجهاز الفني للمنتخب الوطني ليه مش هيكون اكيد بعدد اهدافه. كمان البوابه نيوز قالت ان صلاح محسن مهاجم النادي الاهلي بقى هو الاقرب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا طبعا لمباراه سوازيلاند يوم 12 اكتوبر اللي جايه في القاهره ضمن الجوله الثالثه من التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا 2019 في الكاميرون. وده جيت بعد طبعا تصريحات خافيار اجيري المدير الفني للفراعنه واللي قال فيها ان ازمه المهاجمين اللي كان بيعاني منها منتخبنا الوطني بقت معدومه بعد ما ظهر صلاح محسن بالمستوى ده، واكد طبعا ان طريقه لعب مهاجم النادي الاهلي بتناسب اسلوبه الخاص في الهجوم. الوطن سبورت كمان قالت ان لجنه المسابقات في اتحاد الكوره برئاسه عامر حسين اعلنت عن تاجيل مباراه باتروجيت والاهلي مقرر ليها ان شاء الله يوم 2 اكتوبر اللي جاي، وده بسبب ارتباط النادي الاهلي بمواجهه وفاق الصيف الجزائري في نفس اليوم في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. وكمان قررت اللجنه تاجيل لقاء سموحه والمصري بورسعيدي واللي كان المفروض ان هي تتلعب يوم 3 اكتوبر اللي جاي في الدوري، هيقابل طبعا المصري بورسعيدي في تاكلاب الكونغولي في الدور قبل النهائي لكاس الكونفدرالية الأفريقية، وده سبب طبعا التأجيل. نروح ليلا كورة. علاء نبيل المدير الفني للمقاولين العرب انتقد حكم مباراة فريقه قصاد نادي الزمالك واللي أقيمت طبعا مساء امبارح يوم الأحد ضمن الدوري الممتاز. أكد مدرب المقاولين العرب أن فريقه استحق ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد لمس أحمد أبو الفتوح مدافع نادي الزمالك للكرة بإيديه جوه منطقة الجزاء. علاء نبيل قال كنا نستحق التعادل على أقل تقدير قصاد نادي الزمالك. كمان سوبر كورة قال أن مسؤولين اتحاد الكورة قالوا ان مش من حق اي نادي ان هو يعترض على تاجيل مباريات النادي الاهلي في الدوري بعد ما تاهل للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. مسؤولين الجبليه قالوا او تبعوا في الكلام او في تصريحاتهم بان مش من حق اي نادي من الانديه ان هو يطالب او يعترض على تاجيل مباريات اي نادي اخر، وكمان مش من حقهم ان هم يطالبوا بتاجيل مبارياتهم لحد ما النادي الاهلي يرجع تاني ويشارك في الدوري المصري ممتاز. واكد طبعا ان كل الانديه وافقت قبل بدايه المسابقه على تاجيل مباريات الانديه اللي هتتاهل في البطولات الافريقيه قبل كده. كمان في الجول قال ان يورجن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي اشاد بتصرف لاعبين ليفربول مع زميلهم محمد صلاح واللي صام عن التهديف مؤخرا قبل ما يهز الشباك مره ثانيه. كلوب قال في تصريحات صحفيه ان اللعيبه كانوا اذكياء جدا في احتفالهم مع محمد صلاح بهدفه، هم عارفين ان احنا بحاجه ان هو يكون في مستواه الكويس. كمان بالنسبه لأس الاسبانيه قالت ان نجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونه الاسباني هيغيب عن حفله توزيع جوائز الفيفا الافضل او ذا بيست والمقرر ليها ان شاء الله النهارده مساء في العاصمه الانجليزيه لندن. صحيفه الموندو ديبورتيفو الاسبانيه كشفت ان في اسباب عائليه هتمنع اللاعب ان هو يحضر الحفل العالمي المرتقب. كمان يورو سبورت العربيه قالت ان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني رحب بفكره مشاركه النادي الاسباني لكره السله في الدوري الامريكي لكره السله NBA القسم الشرقي، وقال كمان ان مسؤولين الدوري الامريكي لكره السله عندهم رغبه في انشاء اتحاد اوروبي لكن ريال مدريد هو النادي الوحيد اللي عنده رغبه في المشاركه. نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي بنتابع فيها اهم واخر اللي نشروا نجوم الكوره على صفحاتهم الرسميه.
هنبتدي معاكم صفحة النادي الأهلي على الانستجرام، واللي نشرت صورة لاحتفال أحمد فتحي بهدف وراية كوناكر الغيني وكتبت الجوكر أحمد فتحي. كمان صلاح محسن لاعب النادي الأهلي كتب على صفحته على تويتر بعد الصعود لنص نهائي دوري الأبطال: الحمد لله دايما وأبدا، إن شاء الله البطولة في الجزيرة. نروح بقى للصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي الكاف على تويتر اللي طرحت النهاردة استفتاء لاختيار أفضل هدف في ربع نهائي دوري الأبطال. كان من ضمن الأهداف المرشحة للهدف الأول طبعا النادي الأهلي في مرمى هرايا كوناكري اللي احرزه وليد سليمان، وكمان هدف صلاح محسن. وعن نجمنا بقى محمد صلاح اللي بيستعد طبعا لحضور حفل الفيفا للاعلان عن جوائز الافضل او ذا بيست في العالم بعد شويه باذن الله. نشر ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي صوره قديمه ليه مع صلاح وكتب: بالتوفيق يا صلاح. كمان اسلام الشاطر نجم الاهلي السابق على صفحته على تويتر كتب: من سيكون الافضل في العالم اليوم؟ هل محمد صلاح عنده فرصة الفوز؟ نتمناها مصرية يا رب إن شاء الله. كمان صفحة باتشير فوتبول على الفيسبوك نشرت فيديو عن حفل جوائز الأفضل في العالم تحت عنوان: الأفضل يصلون لندن. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. كمان نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر صورة لنجمنا المصري محمد صلاح ومعها تصريح للمدرب العام للمنتخبات هاني رمزي اللي بيقول: صلاح يستحق الجائزة لصعوبة مشواره للنجاح، تمكن من تجاوز الاختلافات الثقافية وأحدث تأثير إيجابي حقيقي في العلاقات ما بين الشعوب، إنه سفير حقيقي للعرب، شاب لديه طموح كبير يحقق أهدافه بينما يربح القلوب بسلوكه المثالي داخل وخارج الملعب، إنه حقا مصدر فخر وشرف لكل مصري. كمان نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي الكاف لكرة القدم على تويتر فيديو لواحد من جمهور مباراة النادي الأهلي وهرويا كوناكري الغيني وكتبت: محمد صلاح صغير في مباراة الأهلي وهرويا. عالميا بقى نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة ليه على الانستغرام من مباراة يوفنتوس امبارح قدام فرانزينوني في الدوري الايطالي واللي كتبها ليفنتوس 2-0، وكريستيانو رونالدو طبعا احرز الهدف الاول وكتب: انتصار مهم اخر فلنتقدم سويا. كمان نشر اوناي امري المدير الفني للارسنال على صفحته على تويتر صوره من ماتش الجانرز مع ايفرتون واللي انتهى 2-0 لصالح الارسنال، وكتب كمان: الاسبوع الماضي كان جيد ولكنه انتهى علينا التفكير في الخطوه القادمه. مسعود زال نجم ارسنال كمان كتب على صفحته على انستغرام: 4 انتصارات متتاليه في الدوري فلنستمر او فلتستمر دوافعنا. كمان نشرت صفحه نادي مانشستر يونايتد على تويتر صوره لنجم ديفيد بيكهام من 15 سنه وده اثناء وجوده مع الفريق، وصوره دلوقتي هو بيلعب كوره وعلقت: بعض الاشياء لا تتغير ابدا. كمان نشرت الصفحه الرسميه للدوري الاسباني فيديو للهدف الاول للمدافع جيرارد بيكي في الليجا من 12 سنه مع ريال ساراغوسا. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع. أما بقى تير شتايجن حارس مرمى بارسا فكتب على صفحته على الفيسبوك بعد تعادل برشلونة مع جيرونا امبارح 2-2 في الليجا: بالطبع كان لدينا هدف آخر الليلة الماضية، ولكن وسط الظروف الحالية تعد النتيجة جيدة، نواصل بلا هزيمة في الدوري وهذا أمر مهم، موعدنا الأربعاء. كمان كتب سيرخي روبرتو لاعب برشلونة على تويتر: لم نحقق النقاط الثلاث لكن الفريق أعطى كل شيء حتى النهاية. كمان نشر لوكس فاسكس لاعب ريال مدريد صوره على الانستغرام من مباراه الملك يوم السبت واللي انتهت طبعا 1-0 لصالح ريال مدريد، وكتب فاسكس: انتصار مهم وسط شعبنا، دايما اللعب ضد اسبانيول شيء مميز.
شفنا بقى معاكم اهم اللي اتقال في السوشيال ميديا من امبارح لحد النهارده. دلوقتي نطلع معاكم للفاصل وبعد كده هنرجع ونستقبل ضيفنا استاذ خالد عامر الصحفي في موقع جريده اعس الاسفليه. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومعانا دلوقتي في الاستوديو استاذ خالد عامر الصحفي في موقع عسل اسباني. مساء الخير عليك. مساء الفل. منورنا. نورك وبصبح بمسي عليك وعلى الساده المشاهدين جميعا. الله يخليك. طيب عايزين نتكلم بقى النهارده عن حاجات كتير قوي واكيد اهمها طبعا جائزه ذا بيست او الافضل، الجائزه طبعا مترشح ليها نجمنا المصري محمد صلاح. اكيد. شايف الفرص ازاي النهارده؟ هو خلينا بس الاول نقول انه اللي بيحصل ده حاجه ولا في الاحلام. طبعا. ان احنا يعني احنا كان اقصى طموحاتنا ان احنا نكريت لعيب على الفيفا ونلعب بيه ونبقى مبسوطين قوي. واذ فجاه بنلاقي محمد صلاح بينافس على افضل لاعب في اوروبا وافضل لاعب كريستيانو رونالدو وبنلاقي انه فرصه بقت اعلى كمان من بعض الاسماء الاخرى. ميسي مش موجود في اللائحه، نيمار مش موجود في اللائحه، الناس بترشح محمد صلاح اكتر من كريستيانو رونالدو. صحيح. فرصه اقل شويه من مودريتش، الناس كلها متوقعه مودريتش، بس محمد صلاح موجود في اعظم ثلاثه على وجه الارض حاليا. ده احنا لو ده في حد ذاته انجاز كبير قوي. لسه عايز اقول ده لو لخصناه سريعا كده هنقول انه انجاز غير مسبوق وانجاز محمد صلاح يفتخر بيه واحنا نفتخر ان احنا من البلد اللي محمد صلاح منها. احنا ابتدينا اصلا خلاص نستوعب، يعني الاول كنا حاسين احنا في حلم محمد صلاح بالحاجات اللي بيعملها دي في حلم، بس احنا خلاص ابتدينا ان احنا فاهم نتاقلم ونستوعب ان عندنا نجم كبير زي ده. احنا لو تاخدي بالك من التايم لاين بتاعنا من بدايه من محمد صلاح محترف لحد دلوقتي، في البدايه كنا بنسال هو محمد صلاح في التشكيل؟ محمد صلاح. بعدين محمد صلاح بقى في التشكيل، محمد صلاح دخل اجوان، محمد صلاح بقى بيدخل اجوان. دلوقتي الامر تحول الى ان محمد صلاح لما بيحصل له دروب في ماتشين بنقول هو ايه اللي بيحصل؟ صح. لا ده مستوى محمد صلاح، بقى الناس بتستنكر ان محمد صلاح ما بيدخلش اجوان. قبل كده كنا بننبسط قوي لما محمد صلاح يبقى في التشكيله. صحيح. واي لعيب مصري طبعا مش محمد صلاح بس اي لعيب مصري لما بيبقى في التشكيله ده بيبقى فخر لينا. دلوقتي تحول الامر الى انه افضل لعيب في اوروبا اللي مودريتش خدها، الناس زعلت جدا كان نكسه جديده حصلت للشعب المصري ان محمد صلاح ما خدش اللقب. فده انجاز طبعا يحسب لمحمد صلاح. لو اتكلمت سريعا عن التوقعات بتاعتي، لا هو مودريتش، احنا خلينا منطقيين خلينا واقعيين. الانجازات بتاعه مودريتش السنه دي، الاداء بتاع مودريتش السنه دي بيتكلم عن نفسه. اذا عملنا مقارنه رقميه سريعه جدا، بس لازم اقول برضو ان الارقام ما بتعبرش عن كل حاجه في الكوره، بس هي مقارنه رقميه مش اكتر. مودريتش اقل واحد رقميا في الثلاثه. مودريتش لعب 29 ماتش احرز هدف وصنع لزملائه 8 اهداف. في حين ان احنا لو بصينا للاثنين التانيين هنلاقي ارقام خزعبليه. أكيد. هنلاقي رونالدو لاعب 28 ماتش مدخل فيهم 31 جون وصنع 6 اهداف. محمد صلاح لاعب 30 ماتش مدخل فيهم 24 جون وصانع 7 اهداف. اكترهم صناعه للفرص محمد صلاح، اكترهم احرازا للاهداف كريستيانو رونالدو، اقلهم في جميع الارقام هو مودريتش، سواء اسيست او مشاركه، لان محمد صلاح مشاركه اكتر من مودريتش عشان ظروف غياب مودريتش للاصابه. صحيح. بس كمشاركه مودريتش اقل، كاسيستات مودريتش اقل، كاهداف مودريتش اقل. بس لو جينا للقيمة الفعلية لمودريتش في الملعب هنلاقي لعيب قدر يقود منتخب أقل من المتوسط لفاينل كأس العالم، بيلعب قدام منتخبات زي انجلترا، بيكسب منتخب زي الأرجنتين في دور المجموعات 3-0، قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قدر يقود المنتخب بتاعه في لحظات عصيبة جدا في كأس العالم الى ان هو يوصل لانجاز تاريخي اول مره يحصل. احنا طبعا عارفين ان 98 الجيل بتاع شكر كان الانجاز بتاعه ان هو خد مركز ثالث، ان هو صعد سيمي فاينل وخد مركز ثالث. ده انجاز غير مسبوق في تاريخ. أكيد. كرواتيا. مودريتش كقيمه في الملعب، او طبعا ما نقدرش ننكر انه البطوله الثالثه على التوالي من دوري ابطال اوروبا، دي حاجه يعني حاجه عظيمه جدا في تاريخ مودريتش. فاحنا لو بصينا للتوتال بتاع انجازات مودريتش هنلاقيها ان هي اتقل شويه من محمد صلاح ومن يعني كريستيانو. يعني وصوله للمباراه النهائيه في كاس العالم قصاد فرنسا كانت يمكن اكتر حاجه متقله كفته. اكيد. ودوري ابطال اوروبا محمد صلاح. صحيح. ساعد. أكيد. فرقته ان هو يوصل باحرازه 10 اهداف في الموسم اللي فات، ان هو يوصل للنهائي. بس ظروف الاصابه اللي احنا عارفينها والجدل الذي سار حولها يعني منعته من ان هو يكمل المباراه. بس ان هو يحرز 10 اهداف وفاينل تشامبيونز ليج برضو، دي كانت حاجه عظيمه جدا. بس في النهايه محمد صلاح ما خدش لقب. صحيح. في حين ان مودريتش قدر يوصل لنهائي كاس عالم وياخد لقب مهم جدا
اللي هو لقب دوري ابطال اوروبا للمره الثالثه على التوالي، فده طبعا حاجه بترجح كفه مودريتش جدا يعني. اكيد. طيب خليني برضو اسالك، يعني شايف ايه هي المعايير اللي بتقاس عليها المعايير بيزي. المعايير هو احنا خلينا نقول انه انا كنت عايز اقولها، شكرا انك سالت السؤال، لانه انا كنت عايز اقولها من ضمن اللي فات. اذا كان في امل او ميزه بتميز محمد صلاح عن باقي المتنافسين، انه محمد صلاح عالميا محبوب اكيد، والجائزه دي بتعتمد في المقام الاول على التصويت. تصويت في نسبه تصويت جمهور على الانترنت، في تصويت على تصويت الجمهور على الانترنت، فدي احنا ضامنينها. لا ده تصويت الجمهور ده مضمون جدا، ده خلاص ده. بس هي الفكره في الموضوع ان هو نسبه التصويت الجمهور بتبقى قليله شويه مقارنه بالنسب الاخرى. في تصويت الكباتن المنتخبات، وتصويت صحيح. المديرين الفنيين صحيح. وتصويت ممثلين من الاعلام تبع الاتحاد الدولي اللي هم المشتركين تبع الاتحاد الدولي. ففكره انه يبقى في تصويت ده بيرجح كفه محمد صلاح لان هو محبوب. لو هي نقط او انجازات او محليا وعربيا وعالميا، هو محبوب حتى في انجلترا محبوب. صحيح. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن محمد صلاح وعن جائزه بيست النهارده. رجعنا سريعا، لسه منورنا الاستاذ خالد عامر الصحفي في موقع اس الاسباني. مساء الخير عليك مره ثانيه. ونرجع بقى نتكلم على محمد صلاح وعلى طبعا جائزه ذا بيست النهارده. كنا بنتكلم عن المعايير اللي بيتحط على اساسها او بيكسب على اساسها المتسابق او الموجود ضد النومينيز على جائزه ذا بيست. فانت قلت لي تصويت الجمهور جزء، تصويت المديرين الفنيين جزء، الصحفيين والاعلاميين ليهم جزء، وكباتن المنتخبات وكباتن المنتخبات. كل واحد بيبقى ليه ورقه بيحدد فيها الاولويه عنده بالترتيب. واحد صلاح، اثنين امبابي، ثلاثه حمد شد، اي حد، فاهم قصدي؟ فهي الفكره فيها انه هي مش قائمه على معايير واضحه، هي قائمه على انا شايف مين افضل السنه دي وبختاره. ده انا برضو عايز اقول على حاجه، انه ده الى حد ما فير. ليه فير؟ لانه احنا بنتكلم على جايزه افضل لاعب في العالم، ما بنتكلمش على اكتر لعيب خد انجازات، ما بنتكلمش صحيح. على اكتر لعيب صنع فرص، ما بنتكلمش على اكتر، احنا بنتكلم على اكتر لعيب كان مؤثر مع فرقته، كان مبهر بشكل عام مع الفريق بتاعه او مع المنتخب في البطولات المختلفه. حقيقي. اعتقد انه محدش يقدر ينكر انه محمد صلاح هو ان كان هو او مبابي او الى حد ما جريزمان هما الاكثر ابهارا على مستوى اللعيبه في العالم. امباكت مع الفريق ومع المنتخب قوي جدا، اداء فردي واداء جماعي وارقام شخصيه. يعني احنا بنتكلم على محمد صلاح الموسم اللي فات تقريبا عمل 35 جائزه شخصيه ما بين افضل لاعب في ليفربول وافضل لاعب في الدوري الانجليزي والهداف وافضل هدف صحيح. فواخد 35 جائزه فرديه. فانا شايف انه فكره ان احنا نحكم على اللعيب بادائه الفردي مش باداء الفريق بتاعه هي الى حد ما فير. فير انف. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن محمد صلاح برده بس من حته ثانيه. محمد صلاح الموسم اللي فات قلت ان هو اخذ جوائز كتير جدا، يمكن 35 جائزه فرديه. الموسم ده بدايته مختلفه تماما لمحمد صلاح. بصي، هو الموسم ده بدايته الناس واضح عليها ان هي بدايته مختلفه، بس بس احنا لو اتكلمنا هو بدايته مش اسوأ بكتير من الموسم اللي فات. محمد صلاح الموسم ده مدخل 3 اجوان وصنع هدفين في اول 6 جولات في الدوري الانجليزي. صحيح. وده معدل رقمي مش اقل كتير. يعني الموسم اللي فات كان لحد الجوله السادسه تقريبا كان احرز 4 اهداف وصنع 3 فرص وصنع 3، فاحنا بنتكلم عن فارق جونين ما بين الموسم اللي فات والموسم. صحيح. ده احنا لو واخدين بالنا ان محمد صلاح الموسم اللي فات بدا يتطور مع مرور الموسم. صحيح. هو فنش الموسم عالي جدا، بس هو بدا الموسم لعيب طبيعي زي اي لعيب تاني. الفجوه الرقميه اللي الناس متصوراها اللي ما بين الموسم اللي فات والموسم الحالي هو مش للدرجه دي. محمد صلاح لحد دلوقتي مستواه الفني في الملعب مش بيخلق فرص كتير، مش بيعمل الاداء اللي كان عامله. بس مثلا لو اتكلمنا، كان محمد صلاح بيلاعب ستوك سيتي في بدايه الدوري في بدايه الموسم الحالي وخد فيها احسن لاعب، هو ما جابش جوان بس عمل الجونين وساديو ماني اللي دخل ساعتها وفيرمينيو.
هو ما جابش ما احرزش اهداف، بس المستوى العام بتاعه في الملعب خلاه ياخد احسن لعيب في المباراه. محمد صلاح لا، هو ممكن متاثر شويه بشويه المشاكل اللي حصلت له، اللي انا بلوم عليه فيها شويه وبلوم على الاتحاد المصري فيها شويه، بس ده مش 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 مجال حديثنا دلوقتي. هو اتاثر شويه بالمشاكل اللي حصلت حواليه، بس هو محمد صلاح عنده قدرة وعزيمة على ان هو يقدر يتدارك الامر سريعا. أكيد. وده واضح في اخر ماتشين، فكرة انه أكيد. الجون فاضي والكورة قدامه، اخر ماتش اللي دخل فيه اللي احرز فيه هدف، الجون فاضي قدامه والكورة بتتنطط على خط الجون، اي حد ممكن يروح يحطها. الرغبة اللي في وش محمد صلاح والسبرنت بتاعه وهو بيجري بيوضح قد ايه هو عايز يعدي الفترة السيئة اللي عدت صح. عليه دي. طبعا احنا اتكلمنا عن لوكا مودريتش وعن انجازاته في الموسم اللي فات، طبعا وصوله مع منتخب كرواتيا لنهائي كاس العالم قصاد فرنسا، واتكلمنا طبعا عن انجازات محمد صلاح. نروح بقى لدون كريستيانو رونالدو بعد ما ساب ريال مدريد وانتقل لليوفنتوس في الموسم الجديد، شايف ان ده ممكن يقلل شوية من فرصه بالفوز بالجائزة؟ لا، هو مش ما يقللش من فرصه بالجائزة، بس هو الاوفر اول بتاع رونالدو في السنة اللي فاتت سواء مع يوفنتوس او رقميا هو رهيب. 15 جون في الشامبيونز ليج، اجمالي 31 جون في الـ في الـ في الـ انا بتكلم على 31 جون، ده عشان برضو الناس ما تفهمنيش غلط. 31 جون بداية من 1 يناير حتى الان. صحيح. انا ما بتكلمش على الموسم اللي فات. صحيح. انا بتكلم على الاجوان اللي دخلها في 2015 30 يناير. من بالظبط كده، من اول 1 يناير لحد دلوقتي هو مدخل 31 جون سواء مع ريال مدريد او مع يوفنتوس. وهو هداف الموسم اللي فات من الشامبيونز ليج، فهو رقميا هو قوي جدا، بس اداء في الملعب هو ما كانش مبهر زي مودريتش وزي محمد صلاح. هما الاثنين كانوا باينين اكتر منه في الملعب. ميسي مع برشلونه كان باين اكتر منه في الملعب، نيمار كان مختفي تماما مع باريس سان جيرمان عشان كده تم استبعاده، وبالاضافه لان هو ما عملش حاجه تذكر مع البرازيل في المنتخب في في في, في كاس العالم. لو اتكلمنا انه يوفنتوس بيقلل فرص رونالدو في الحصول على اللقب ولا لا ما اعتقدش، لانه احنا لو خدنا بالنا دلوقتي هنلاقي الناس كلها بتركز مع الدوري الايطالي. الدوري الايطالي قعدت عليه فتره طويله جدا الناس مش مهتمه بيه، مره صحيح. واحده الناس بدات صحيح. ترجع تتفرج على الدوري الايطالي، ومستنيه التسويقيه كمان اختلفت بالظبط. فلا، هو قيمه رونالدو اضافت للدوري الايطالي، والدوري الايطالي نفسه هيضيف لرونالدو. في حاله مثلا ان رونالدو ساعد يوفنتوس في التاهل لنهائي تشامبيونز ليج، انه طلع هداف تاني، انه صحيح. ساعد بعد معاها منتخب البرتغال في اليورو اللي جاي أو, او 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 لا، هو مش هيقلل من فرصه في الحصول على الجوائز بعد كده. خليني بقى اسالك عن غيابات ميسي كمان نيمار، غيابه عن الجائزه دي، هل ده معناه ان في تغيير بقى في خريطه العالم كرويا؟ بصي، هو الخريطه بتتغير. احنا خلينا نعترف بده. ميسي انا شايفه ان هو كان يستحق اكثر من رونالدو في التواجد في الثلاثه الاخرين. طبعا يعني محبين ريال مدريد ومحبين كريستيانو رونالدو هيبيلوا لي الاتهامات دلوقتي ان انا برشلوني، بس انا ما بشجعش برشلونه، بس انا شايف انه اداء ميسي في الملعب مع المنتخب لا طبعا، بس اداء ميسي مع برشلونه في الملعب بيوان مان شو، هو بيعمل كل اللي هو عايزه في اي وقت هو عايزه، بيساعد الفرقه وبيعمل اسيستات بيدخل اجوان. الكبوه اللي عدت عليه في الشامبيونز ليج على برشلونه بالخروج من فريق اس روما الايطالي في ربع النهائي، في نص النهائي، لا انا اسف، في ربع النهائي، اثرت كتير على تواجد ميسي في القائمه النهائيه للجائزه. بس احنا لو بنتكلم على الخريطه، احنا عندنا محمد صلاح بقى موجود في افضل ثلاثه. صحيح. عندنا لعيب عنده 19 سنه اسمه كليان امبابي بيلعب في باريس سان جيرمان، خاطف الاضواء كلها من نجوم كبار موجودين في باريس سان جيرمان زي جريزمان زي نيمار زي دي ماريا، لعيبه كبار ليهم تاريخ في الكوره. امبابي بيخطف منهم الاضواء دلوقتي، بقى هو المرشح. صحيح. رقم واحد ان هو يعمل انجازات، ان هو يكرر انجازات ميسي ورونالدو. عندنا صفقة بتروح ب 40 مليون اسمه ليمار بيروح لأتلتيكو مدريد، والصحافة الإسبانية كلها بتركز الأضواء على انتقال ليمار من موناكو لأتلتيكو مدريد. عندنا عدد جديد من اللعيبة، عندنا صف تاني من اللعيبة بقى هم الصف الأولاني. صحيح. والصف الأولاني بقى الناس بتحضر نفسها إن هم في خلال سنة أو اتنين مش هيبقوا موجودين. حقيقي. المشكلة الوحيدة بس في الخريطة الجديدة دي إنه نيمار مش موجود، أنا بالنسبة لي ده حدث.
وهو ما كانش يستحق التواجد، عشان برضو ما نبقاش يعني عدم تواجد نيمار. برشلونه لباريس سان جيرمان اثر عليه سلبا طبعا كتير. بيبعد عن الاضواء وبيبعد عن المنافسه وبيبعد. باريس سان جيرمان هو فريق يعني الدوري الفرنسي عامه هو دوري الفريق الواحد، كل فين وفين بتلاقي ليون طلع شويه، بتلاقي موناكو طلع شويه، مارسيليا طلع شويه، بس باريس سان جيرمان لا منافس له في الدوري الفرنسي. وجود نيمار في دوري ضعيف زي الدوري الفرنسي اكيد بيأثر عليه، بيبتعد عن الاضواء، بيبتعد عن المنافسه، المستوى بتاعه بيقل، المستوى مع البرازيل ما كانش قد كده، الكلام بيكتر عليه ان هو بيمثل، ان هو بيدعي الاصابه، ان هو بيهرب، انه ده كان بيعمل حاجات غريبه في كاس العالم. بيعمل حاجات غريبه فعلا، ده طلعوا عنه اعلانات عشان خاطر اللي بيعمله. فهو منطق، انا بالنسبه لي منطقي جدا ان هو ما يبقاش موجود. الخطيئه الكبرى في مسيره نيمار حتى الان، هو نيمار لعيب معروف ان هو مش عايز اقول ان هو بيمشي ورا الفلوس، بس هو بيمشي ورا اهواءه الشخصيه، ما عندوش كارير باث، ما عندوش ان هو انا بعد 5 سنين ميسي هيعتزل وانا هبقى نجم الفرقه الاول ومع قائد منتخب البرازيل. هو ما عندوش كارير باث، ما بيبصش على قدام، هو خلاص عايز يبقى نجم دلوقتي فهيروح باريس سان جيرمان عشان يبقى نجم. طب هل انت بقيت نجم فيها؟ مفيش، ما بقاش نجم عشان الفرقه يكون نفسها، صاحب الانتقال التاريخي في تاريخ كره القدم، وشويه وهيتكسر. ما هو مش ده المعيار، شويه وال222 مليون بتوع دول هيتكسروا سواء من امبابي سواء من اي حد تاني جاي، هيكسر خلاص، ده بقى رقم اعتيادي. عندك حق. طيب خلينا بقى نروح من الحدث العالمي الاهم النهارده في الساحه الكرويه، جائزه ذا بيست المقامه ان شاء الله او هتقام ان شاء الله في لندن كمان ساعات. نروح بقى للدوري المحلي والانديه المحليه. خلينا الاول نبتدي مع النادي الاهلي وبطولته الافريقيه قبل ما نروح للبطوله المحليه. شفت اداء النادي الاهلي عامل ازاي قصاد هورايا كوناكري الغيني وفوزه باربع اهداف نظيفه؟ خلينا نقول اولا انه بنبارك للفريق الاهلي وجهازه الفني على التاهل نص نهائي للسنه الثانيه على التوالي، حاجه عظيمه جدا ومشرفه في مسيره الفريق، على الرغم من ان هو مغير عدد كبير من اللعيبه ومغير جهاز فني، اصابات كتير واصابات كتير جدا، بس قدر ان هو يكمل بعد ما كان متذيل الترتيب في المجموعه بتاعته. صحيح، صعد مركز اول وكعهدنا بالنادي الاهلي صعد مركز اول وقدر يتاهل على حساب فريق هورايا كوناكري الى نصف النهائي. خلينا نتكلم عن ماتش هورايا كوناكري نفسه. هو هي هورايا كوناكري فرقه خادعه. ليه؟ هي بتهدد وبتروح، هي فرقه ضعيفه الناس تستدفيها شويه، بس هي فرقه سريعه لعيبتها كنا شايفينهم كويسين جدا في الشوط الاول. في الشوط الاول ما بتكلم في كده، الناس تقول ان هو فرقه ضعيفه، بس اللي هيشوفهم في الملعب هيلاقي الشوط الاول في كره في العارضه، في تصدي لمحمد الشناوي، في اكتر من مره بيروحوا على الجون ودفاع الاهلي بيقدر يرجع الكره تاني نص الملعب. صحيح. فهم كفريق، هم لا، هم فريق هدد. لو الاهلي ما تعاملش مع الامر بذكاء في الملعب، لو باتريس كارتيرون ما حطش خطه صح والاهلي ما تعاملش مع الموقف كما ينبغي له ان يتعامل، كان الاهلي وقع. وشفنا المفاجات بتاعه البطوله، شفنا مازيمبي بيخرج، شفنا الوداد بيخرج، شفنا النجم بيخرج، كل الاوائل كل الاوائل خرجوا، منهم بطل النسخه السابقه الوداد. صحيح. بيخرج، اي نعم، هو باداء اسطوري لحارس مرمى وفاق سطيف الزغبه، بس في النهايه الوداد خرج ومازيمبي خرج كمان. على ارضه ومازيمبي خرج والنجم خرج، فاحنا شفنا مفاجات. المفاجات دي جزء منها عائد الى انه الفرق دي ما تعاملتش مع المباراه زي ما الاهلي تعامل مع مباراته مع حوريه كوناكري. صحيح. من مباراة بقى النادي الأهلي، شفت إيه أهم حاجة وأبرز حاجة كانت واضحة في اللقاء؟ أبرز حاجة كانت واضحة في اللقاء الجمهور. حاجتين، أولاً الجمهور. أولاً الجمهور النجم الأول في الفريق، عودة الجمهور، الهتافات طول الماتش، حاجات أشعر، الناس ما بتقعدش. إحنا افتقدنا ده، إحنا وحشنا، ومش بس مش بس مش بس الأهلي، أنا وحشني ده في الدوري، أنا وحشني أكيد طبعاً. أنا وحشني جمهور الأهلي يبقى موجود، وجمهور الزمالك يبقى موجود، وجمهور الإسماعيلي يبقى موجود، وجمهور الاتحاد يبقى موجود. كل جمهور بيدي لفريقه ثقل، كل جمهور بيدي لفريقه رغبة إضافية في الملعب طبعاً. وده بينطبع على أداء الدوري. الناس دي تروح مكسوفين بالظبط، ده بينطبع على أداء الفريق، وبينطبع على مستوى الدوري العام، وبينطبع على مستوى منتخب مصر في النهاية. أنا وحشني جمهور، وبتحديدا أنا يعني أنا موجود في قناة الأهلي، فهتكلم عن جمهور النادي الأهلي. جمهور الأهلي من العوامل المحفزة جدا بالنسبة للفريق. أكيد ما أكذبش اللي قال إن هو اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي. صحيح. هو طبعا لاعب رقم واحد،
شايفين قدام فريق برضو زي ما قلنا مش بقيمة النادي الأهلي، فريق مزعج كل حاجة بس مش بقيمة النادي الأهلي. في مباراة الذهاب كان شكل الأهلي عامل إزاي، وفي مباراة الإياب شكل الأهلي بقى عامل إزاي. الضغط اللي كان محطوط على اللعيبة عشان المفاجآت اللي حصلت في البطولة، والضغط اللي معمول على اللعيبة عشان حاسين إن هم لو خرجوا شكلهم هيبقى وحش، كان مؤثر في إنه الأهلي يطلع بالنتيجة الكبيرة دي. بس في نفس الوقت وجود هذا الكم من الجمهور المحيط بالفريق المؤازر ليه في كل دقيقة من دقائق المباراة 90 كان حاجة ولا في الخيال. أنا مفتقد جدا وجود الجمهور في المدرجات، وأتمنى من المعنيين بعودة الجمهور إن هم يسرعوا البروسيس شوية في إن هم يرجعوا الجمهور أحسن كده. الموضوع بقى بايخ قوي. الحاجة التانية سريعا جدا اللي هقولها، أنا قلتها بس هعيد عليها تاني. الحاجة التانية المميزة بالنسبة لي في ماتش حرية كوناكري هي رغبة اللعيبة في إن هم ما يزعلوش الجمهور. هو لا، رغبة اللعيبة في ان هم يخرجوا باكبر كم، مع ان واحد او اتنين خلاص كانت يكفي ان احنا نتأهل، يكفي ان احنا نتأهل كفريق مصري الى نصف النهائي وكالأهلي الى نصف النهائي. بس هم لا، واحد واتنين وثلاثة، وبين على الرغبة. شفنا وليد سليمان بيتعور بيكمل الماتش، سوبر بطل. وليد مش بطل، فعلا سوبر وليد سليمان، مش لعيب عادي ما شاء الله عليه. رغبة اللعيبة وإدارة الجهاز الفني كانت تاني أكتر حاجة مميزة بالنسبة لي في ماتش حرية كوناكري. يعني في الأول وفي الآخر هنلاقي إن أداء الجمهور كان أهم حاجة موجودة، وكمان أداء الفريق عشان خاطر الجمهور. عشان خاطر الجمهور بالظبط. فكان المهم بالزبط. والأبرز في لقاء النادي الأهلي وحرية كوناكري الغيني. نكمل برضو كلامنا عن مباراة أفريقيا، المباراة القادمة قصاد وفاق سطيف الجزائري. توقعاتك إيه للقاء ده؟ وشايف يكون عامل ازاي؟ ماتش صعب. ماتش احنا لو اتكلمنا عن الماتش فنيا في الملعب الاهلي اتقل. لو اتكلمنا عن عوامل الحساسيه المباراه وعوامل صعوبه المباراه من الناحيه مش الفنيه ولكن من الناحيه المعنويه، هنلاقي ان مباراه وفاق سطيف في الجزائر اللي هي هتبقى يوم 2 اكتوبر بالمناسبه في منتهى الصعوبه. المصري، بنبارك للمصري برضو تأهله الى نصف نهائي الكونفدراليه اول مره الأفريقية. في تاريخه بالفوز بالامس على اتحاد العاصمه الجزائري وبهدف نظيف. المصري عملها، اتمنى ان هي تبقى بشره خير بالنسبه للاهلي. المصري عنده جزء من جينات النادي الاهلي اللي هو حسام حسن. عارف ان في كتير ناس منها تختلف معايا في القصه دي، بس حسام حسن تختلف او تتفق عليه، هو واحد من عباقرة كرة القدم المصرية على مر العصور. الجرينتا بتاعت حسام حسن وقدرته على بث الروح في لعبته هي كانت الحافز الأول أو السبب الأول في خروج المصري بالأمس بهذه النتيجة. لو كلمنا ده على المصري هنقول إيه على الأهلي؟ المصري اللي هو ما عندوش خبرة أفريقية، المصري اللي هو مش معتاد على اللعب في الأجواء دي وهكذا، هنقول ايه بقى عن الاهلي اللي هو بيلعب يعني مش هقول بيلعب كل سنه، انا هقول ان هو في افريقيا لتاني سنه، في نصف نهائي افريقيا لتاني سنه على التوالي. جمهوره متعود على ده، واللعيبه متعوده على ده، واللعيبه ما بتقبلش باقل من ده. فالروح دي بالاضافه الى انا معجب جدا بباتريس كارتيون، معجب جدا بقيادته الفنيه. لسه بصماته كلها ما وضحتش جدا في مع الفريق، بس بشكل عام انا معجب جدا بباتريس كارتيرون، وشايف ان هو يقدر يعدي بالاهلي المباراه دي. المباراه دي هتسهل كتير قوي مباراه العوده. لازم الاهلي يروح هناك على الاقل يدخل جون، ما يخسرش طبعا، وعلى الاقل يدخل جون عشان يسهل على نفسه عمليه او مباراه أكيد. العوده هنا يوم 23 اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب نطلع لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه ونكمل كلامنا مع استاذ خالد عن النادي الاهلي، عن مشواره الافريقي، وكمان عن مباريات الدوري المحلي. خليكم معانا.
رجعنا مرة تانية لسه مكملين كلامنا مع أستاذ خالد ونرجع بقى نتكلم عن الدوري المحلي. شايف إيه أهم الموجود في الدوري المحلي في الموسم ده؟ أهم حاجة موجودة في الدوري المحلي إن الأهلي ما لعبش. يعني أنا عايز أشوف الأهلي في الدوري. ما لعبش غير 5 جولات وإحنا في الجولة التابعة. مباريات مؤجلة كتير بس طبعًا بنشكر اتحاد الكورة إن هو بيعمل ده. أنا بهرج. يعني برضو لازم نشكر اتحاد الكورة إن هو بيعمل دوت دعم للنادي الأهلي أكيد. في مشواره الإفريقي. النادي الأهلي في 4 بطولات هيعمل إيه؟ وإحنا وغير النادي الأهلي إحنا دايمًا متعودين من الاتحاد إن هو بيراعي الانديه بتاعته اللي بتمثل مصر في المحافل صحيح. المختلفه هو ده اللي تم الاتفاق عليه مع كل رؤساء الانديه قبل طبعا بدايه الدوري المصري الممتاز ان اللي هيتاهل في البطوله الافريقيه طبيعي ان هيتم طبيعي. تاجيل مباراته من غير ما يتم الاعتراض من اي نادي تاني على تاجيل المباراه وده شيء صحي جدا من صحيح. اتحاد الكوره ومن الانديه ان هي تتفاهم حاجه زي دي اكيد ابرز ظاهره بالنسبه لي في الدوري المصري هو لاعب صراحه يعني بغض النظر عن في اقاويل كتير قوي عن حاجات كتير بس انا ابرز لعيب بالنسبه لي هو احمد علي كامل احمد علي المهاجم بتاع المقاولين صحيح عنده 20 سنه بيلعب جنبه لاعب مميز جدا اسمه طاهر محمد طاهر لاعب صغير عنده 21 سنه بحريف قوي بدنيا 28 مليون دولار بالظبط هو راجع من مش 20 مليون اعتقد لا هو دلوقتي الطلب فيه ليه حد عايز طاهر محمد طاهر يعني مسؤولين المقاولين العرب قالوا اللي عايزه اللي عايز طاهر محمد طاهر ثمنه 20 مليون دولار هو ممكن ده سعر تعجيزي يعني هو سعر تعجيزي بس في نفس الوقت اداره المقاولين زي ما عملت قبل كده هتعمل تاني لان هي ما بتقفش قدام لاعبتها في مساله الاحتراف يعني لو جه عرض زي محمد صلاح وزي محمد النني زي فلو جه عرض بالنسبه لطاهر محمد طاهر اعتقد ان اداره المقاولين مش هتقف قصاده وانا اتمنى ان هي ما تعملش كده بس بخلاف طاهر محمد طاهر احنا انتقلنا الحديث على طاهر محمد طاهر بخلاف طاهر محمد طاهر في احمد علي ده بيستعيد اكتشاف نفسه صحيح. متألق جدا في مباريات الدوري بيدخل اجوان وبيعمل اسيستات وبيعمل محطه شفنا امس في مباراه المقاولين والزمالك اللي بادئ الهجمه من الوينج رايت من الوينج اليمين للملعب هو احمد علي وحاجه عكس المتوقع تماما يعني احمد علي بيستحوذ على الكوره وبيروح بدل ما يلعبها سهله الواحد ويروح جوه المنطقه بيلعبها بالعين البلايند سبوت زي ما بيقولوا عشان كده ينضم لقائمه المنتخب ان شاء الله هتشارك قصاد سوازيلاند اكيد لازم ينضم ولازم يبقى ليه فرصه احنا عندنا مشكله في الهجوم في منتخب مصر عندنا مشكله في العدد ما عندناش صحيح. مهاجمين لانه بس يمكن معذور مثلا صلاح محسن معذور انا لسه كنت عايز اقول صلاح محسن المحترف عمرو مرعي في النجم الساحلي احمد جمعه المصري احمد علي كامل مروان محسن باعتبار مروان محسن ما بيشاركش ومصاب وهكذا بس باعتبار مروان محسن هو الاساسي في المنتخب وعنده خبره برضه في المشاركه مع المنتخب المصري فوجوده مهم بس بخلاف مروان محسن كخبره وتقل في المنتخب لا في عدد كبير قوي من المهاجمين اللي ظهروا دلوقتي لازم نديهم الفرصه عشان يبقوا بعد كده عندهم الخبره والتقل في الملعب اللي احنا بنقول عليه في مروان محسن دلوقتي صحيح طيب بالنسبه بقى للتحكيم مشاكل وكوارث من بدايه جولات الدوري لحد دلوقتي ومفيش جوله بتعدي الا لما بنلاقي مدير فني بينادي الحقونا اغتونا وعندنا مصايب تحكيميه شفتها ازاي دي التحكيم مش مشكله طبعا واخرها امبارح المقاولين والزمالك والكلام اللي اتقال ولمس احمد فتوح للكوره بايده في منطقه الجزاء هو هي الفكره في الموضوع انه الحكم امين عمر احتسب نفس ركله الجزاء على مدافع المقاولين اللي لم يحتسبها على لاعب الزمالك صحيح نفس اللعبه بالظبط انا ما بنتقدش التحكيم انا ما بقولش انه بيحابي لفريق على حساب الاخر رؤيته كده كانت في الملعب وخلينا نقول انه مشكله التحكيم مش مشكله خاصه بمصر مش الحكام المصريين فقط هم اللي عندهم مشكله بس احنا عندنا حاجات غريبه يعني انا لو هتكلم انا هتكلم عن يعني يمكن مش هقدر اتكلم عن مباراه الزمالك والمقاولين العرب ما تخصنيش قوي بس انا هتكلم عن مباراه النادي الاهلي في الجوله 5 قصاد الانتاج الحربي دي كوارث كان فيها مشكله دي ما كان في حاجات ما تتعداش كان فيها مشكله كان فيها اوفسايد ما يتعداش كان فيها جون تم احرازه ما فيهوش اي مشكله بس برضو خليني ارجع اقول عشان ما يعني ما نظلمش قوي لجنه الحكام وما نظلمش قوي الحكام المصريين الحكام المصريين كأداء كخامات
من افضل الحكام اللي موجودين. بينقصهم ايه؟ بينقصهم زي ما نقول ادوات، بينقصهم ادوات جيده، بينقصهم مساعده جيده اللي هي العالم كله طبقها اللي هي الفار. احنا شايفين الفار دلوقتي دخل تقريبا ثلاث ارباع المسابقات في جميع الانحاء، ما دخلش لسه الدوري الانجليزي وما دخلش دوري ابطال اوروبا. طيب خلينا نرجع نتكلم عن الفار بس بعد ما ناخد التليفون. معانا دلوقتي معانا استاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. مساء الخير عليك يا سياده النائب. خير زي حضرتك ودايما موفقه ان شاء الله. منورنا في قناه النادي الاهلي وكمان بالتحديد في كلام في الميديا. وفي البدايه طبعا عايزين نبارك لك على تعيين كابتن حلمي طولان كمدير فني وكمان تعيين كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكوره. بتمنى ان شاء الله ان هم يادوا معاك ويقدموا لكم ان شاء الله افضل النتائج في الدوري المصري الممتاز. انا ربنا يكرم. بس الاول انا احب ابارك للنادي الاهلي على الفوز امبارح. اشكرك ان شاء الله كان حاجه جميله وحاجه موفقه وفعلا تستفيد لمصر ما شاء الله عليهم بركة محمود الخطيب، وان شاء الله جاي احسن بالنسبه للنادي الاهلي وان شاء الله ربنا موفق على طول ان شاء الله باذن الله. امتى بقى اخذتوا قرار تعيين كابتن حلمي طولان كمدير فني للاتحاد السكندري؟ بص حضرتك انا من 48 ساعه بالظبط انا اعلن الجهاز خلال 48 ساعه، وانا فعلا اعلنته النهارده. كان بعد الكابتن محمد عمر طبعا يعني المدير الفني نادي الاتحاد تقدم باستقالته، وانا يعني كابتن محمد عمر من الناس اللي هي طيب مع نادي الاتحاد صحيح الاتحاد موقع صحيح. كان صعب جدا علينا نادي الاتحاد الموسم اللي فات، والسنه دي برضه ادينا اداء محترم الى وبالذات بعد ما طلعنا الترجي التونسي يعني فريق كبير بطل عرب، ولكن الموسم اللي فات ولكن يعني الحمد لله الجاي احسن. كابتن محمد عمر تقدم استقالته بعد ماتش الداخليه، كان لازم ان احنا واجب علينا ان احنا نفكر في مين اللي جاي. بصراحه كان الموضوع بالنسبه لنا كان صعب، لكن كان في كواليس كتير جدا، ناس كتير جدا اتكلمت في اسماء. يعني احنا الصبح كنا بنتكلم، يعني صحينا الصبح لقينا كلام كله على كابتن خالد جلال. والله ده اللي اتقال امبارح، يعني اللي اتقال امبارح ان في كلام مع كابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال طبعا ناس محترمه، ولكن يعني ما تعرفوش ان هو يعني جاي له تقريبا عقد في السعوديه حاجه زي كده. وهو كان من ضمن الاختيارات، ولكن طبعا لما تشوفي يعني مدير فني بقيمه الكابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان مدير فني قوي ومحترم وله شخصيه وعنده كاريزما وعنده صرامه في التعامل وعنده ذكاء في الملعب وعنده جهد غير عادي في التدريب. يعني الحمد لله يعني تم النهارده كان في جلسه حوالي الساعه 1 في نص الدور في النادي، وتم التواصل معاه في كل الامور اللي تخصه من الجهاز الفني ما يخص معاه. طبعا مدير فني مدير الكرة قوي جدا الكابتن وليد صلاح الدين، وجايب النادي الاهلي ومدرسه يعني مدرسه كده في التعامل الاداري. فان شاء الله يعني هتكون التوليفه كويسه. كمان كابتن وليد كان مدير كوره قبل كده في الاتحاد السكندري، كانت تجربه طبعا جيده جدا. بالظبط كده حضرتك صح، كان قبل كده ليه يعني سابقه اعمال محترمه عن الاتحاد كمدير للكوره. فهو يعني الحمد لله يعني لما كلمناه كان في حقيقه راجع اول امبارح، والراجل الحمد لله يعني وافق انه يكون متواجد معانا، وانا شايف ان الجهاز الفني الى حد كبير جهاز متعاون جهاز قوي. اتمنى بقى ان تبقى الكره في الملعب اللي قاعدين والجهاز الفني ونعمل حاجه كويسه تليق باسم نادي الاتحاد وتبعد نادي الاتحاد في يعني نادي الاتحاد ما لقش، ولكن لسه الدوري بدري، لسه اول سبع مباريات. نادي الاتحاد ليه مباراه مؤجله ان شاء الله يوم الجمعه مع نادي وادي دجله، اتمنى نادي الاتحاد يعني يفوز بيها، نادي الاتحاد يطلع من اللي هو فيه، وان شاء الله يعني الجاي احسن من زي هذا النادي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بعيدا بقى عن تعيين النهارده كابتن حلمي طولان كمدير فني وتعيين كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكره، عايز اسال حضرتك رايك ايه في تقنيه الفار وتطبيقها في الدوري المصري ممتاز. انا عارف ان معاكي حضرتك استاذ خالد معاكي. صحيح. استاذ خالد ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ محمد اخبارك ايه؟ الله يخليك ربنا يكرمك يا فندم ربنا يكرمك. انا طبعا موضوع تجربه الفار اكيد تقنيه مطلوبه في الوقت الحالي للدوري المصري بالذات، يعني عشان اكون امين اكتر، لا في غلطات كتير جدا من الحكام في الدوري المصري السنه دي. الناس فعلا بتشتكي حتى لو في حكام على مستوى عالي، ولكن في بعض المباريات احنا بالنسبه لنا شخصيا لا كان في سوء ضغط من بعض تقديرات الحكام، واحنا شفنا حتى مباراه النادي الاهلي النادي الانتاج الحربي شفنا ضربه جزاء واضحه جدا يعني للناس. صحيح. ولو تعادل مليون مره في الفار اكيد قبل ما تتعاد حتى على الفار اكيد الناس هتاخد فيها قرار، ولكن لا والناس كتير طبعا بعد ما كمان الاتحاد المصري وافق ان يكون في حكام اجانب في المرحله اللي جايه. انا وجهه نظري لو الفار ما طبقش في مصر
انا بقول لحضرتك انا هيتعدى الحكام الدوليين اللي هي الاجانب لحكام الدوري المصري حتى نهايته هيتعدوا 60 مباراه. صحيح، شكرا ليك استاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتمنى طبعا كل التوفيق للاتحاد السكندري سيد البلد. نرجع بقى تاني لكن نطلع الاول للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع استاذ خالد مره تانية. من أجل الأهلي شارك في لائحة الأهلي. من أجل النادي الأهلي كلنا لازم نشارك في اللائحة. ومن أجل الأهلي شارك في اللائحة. من 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 أجل الأهلي نشارك في اللائحة. من أجل الأهلي شارك في اللائحة. من أجل الأهلي شارك في اللائحة. رجعنا تاني لسه مكملين كلامنا مع استاذ خالد. عايز اسالك بقى عن التجربه الديمقراطيه لنادي الاهلي في الصياغه الخاصه بلائحه النادي الاهلي، ان شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر الجاي او يوم الجمعه الجايه. شفت اللائحه دي ازاي؟ احنا خلينا بس نقول انه زي التقرير ما كان بيعمل في اجماع من اعضاء الاهلي ان هم عايزين ينزلوا يشاركوا في صياغه قانونهم الخاص اللي بيحكم علاقتهم بالنادي. في بنود كتير قوي جوه اللائحه اتغيرت بناء على طلب اعضاء الجمعيه العموميه. مزبوط. حطوا اقتراحاتهم، وفعلا بعد كده بعد ما تم تغيير بعض البنود النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بعت لهم ايميلز يقول لهم احنا فعلا غيرنا كذا وكذا وكذا بناء على طلباتهم. لو استرجعنا سريعا كده ايام الانتخابات كان البرنامج بتاع الكابتن محمود الخطيب وقائمته اسمها عيلة الأهلي. صحيح. وهو ماشي في وضع نظام عيلة الأهلي زي ما قال عليه أيام الانتخابات. تجربة طبعا ديمقراطية من الطراز الأول. إن بتأكد على حاجة، إن تؤكد على شيء فهي بتؤكد على ريادة النادي الأهلي في سن قوانينه الخاصة واحترام أعضاء جمعيته العمومية. صحيح. الأهلي دايما معودنا إن هو ملك قرار نفسه وهو ماشي في الخط. حقيقي. ده حقيقي. بشكرك جدا استاذ خالد عامر الصحفي في موقع جريده عاصل الاسبانيه، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، استمتعنا بيك معانا، وبشكر طبعا كل الجمهور على حسن المتابعه، واشوفكم بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5. يوم سعيد عليكم. النهارده موجودين فريق الصباح بقيادة الكوتش حسين عناني لتأييد كابتن محمود الخطيب في لائحة النادي الأهلي الجديدة، واحنا مع النادي الأهلي في أي حاجة بإذن الله. هي صادرة كمان لصالح جميع أعضاء الأهلي، وبنادي لكل عضو في الأهلي لازم يجي يوم 28 يحضر ويقول رأيه سواء بالقبول أو الرفض، بس طبعا أنا برشح القبول لأن اللائحة ممتازة وليس بها أي عيب أو مأخوذات أو أي شيء يشوبها. يعني كويسة جدا وإحنا أيدناها، ومبروك إن شاء الله بالنجاح بإذن الله. واليوم 28 اللي هو الجمعة الجاية بإذن الله هيكون في الانتخابات لتأييد اللائحة، وهنوافق بإذن الله. وده فريق الصباح من الفرق يعني اقدم الفرق موجوده يعني في النادي الاهلي. من قلبي بهنيه على اللائحه ديت، وطبعا كلنا موافقين عليها وبنهنيه من قلبنا، والف الف مبروك مقدما يا كابتن محمود الخطيب، يا اسطوره، يا علامه من علامه مصر، وعايزين نقول لك متشكرين على تعبك وجهدك في النادي الاهلي. احنا جايين النهارده بنقول لهم متشكرين جدا، واحنا معاك، وكل فريق الصباح وعدده فوق 4 و5 آلاف
فرض معاك يا كابتن الخطيب ومع اللايحة، وكلنا بنؤيد ونشارك في الموافقة على هذه اللايحة العظيمة اللي اعتقد انها ممكن تقعد مدى العمر، يعني مدى الحياة على ما هي عليه كده وفقا للتعديلات اللي تمت فيها.